الميون دي الميون سيستم هو ذا مينستري اوف ديفنس اوف ذا بودي، وزاره الدفاع لجسم الانسان. اذا باختصار هذا الجهاز المناعي اللي هسه كل العالم يعول عليه، ليش هسه كل العالم يعول عليه؟ هسه عندنا الكورونا. شنو العلاج؟ نو تريتمنت. شنو الفاكسين؟ نو فاكسين. شنو شنو؟ يقول لك انهاسمنت اوف الميون سيستم. تدري الميون سيستم يصير بي ديكريز بالاكتيفيتي لما انت متوتر، لما انت قلق، لما انت منضرب، يصير ديكريز بالميون سيستم. ودائما نشوف الجماعه يعني الميون سيستم اكتف. سووا تجربه، جابوا مجموعه من الفئران خلوها بجيج هنا، خلوها ثاني جيج اخر، هاي قاموا يسموها سوفت ميون سيستم، هاي قام يسوي ضرب كل ساعة، هاي نوز فويس ضربوا، ها شافوا النيوز سيستم هنا انت، شافوا النيوز سيستم هنا انكريز، مجرد اصوات سمعوها، هنا اصوات تخوف، هنا موسيقى هذه بس. اذا شافوا النيوز سيستم يتاثر بعدة عوامل، تاثر بعوامل نفسية، تاثر بالغذاء، تاثر بالبي اي، تاثر بالحرارة، حتى بالعاطفة يتاثر النيوز سيستم. فالنيوز سيستم الانفرجمنت اوف نيوز سيستم هذا الحكي اللي يحكوا بعض الجماعة اللي يحكوا بالنيوز سيستم وما له علاقة به، ما له اساس بالعلم. النيو سيستم هو امور عاده احنا ما نسوي حاسب النيو سيستم، لازم نعرف اول مره شنو النيو سيستم، منين يتكون، شلون يتكون، على ما نعرف نسوي له حاسب. واضح؟ فالنيو سيستم عاده يتكون اوف تو باك اوف تو تايب تو ار. اذا النيو سيستم النيو سيستم باختصار النيو سيستم النيو سيستم النون سبيسيفيك اميون سيستم اللي هو ما يقدر يسوي ديسكريميشن بين الانفيدر. احنا شنو الاميون سيستم؟ الاميون سيستم يتعامل ويا كل شيء موجود هو كفورن انتيجين كانفيدر. فهذا الاميون سيستم شلون يتعامل ويا الانفيدر؟ الانفيدر هم الرزاق اللي تقول اكو عندنا نون سبيسيفيك اميون سيستم وعندنا سبيسيفيك اميون سيستم. هو مثل جهاز الاستخبارات او جهاز الحمايه او وزاره الدفاع او وزاره الداخليه او الامن الوطني، هو هذا الميون سيستم. عنده عده شعب ومؤسسات، واحد من هاي المؤسسات هي نون سبيسيفيك. يعني شنو نون سبيسيفيك؟ واحد لا ما نريد يعني فكره جميله يعني عرفت فيها هذا الحساب. النون سبيسيفيك مثلا يجي مثلا على الانتوميكال بيريا. شنو الانتوميكال بيريا؟ هسه انتم اللي تقدرون تدخلون الجامعه، ها دائما دائما الجامعة شنو؟ ها؟ لا ما هو اكو سياج وفي بوابات. هذا السياج اللي موجود داخل ذا مثلا يقول هنا باب وهنا باب، وهذا سياج. من تيجي انت للسياج تقول قدامك تقول له انا منتسب للجامعة هاي هويتي وادخل. السياج يدخلك؟ من تيجي انت ما يخليك تدخل، ومن يجي حرامي ما يخليك تدخل. ليش؟ لانه نفس قصدك ميميز لما تورط بعض الجدار يريد حرام يفوت بالجدار ما يقدر، يريد انفيدر يدخل ما يقدر. ها انت تريد تدخل انت معرف ما يخليك، يجي رئيس الجامعه يريد يفوت من الجدار ما يخليك. هذا نون سبيسيفيك، هذا نون سبيسيفيك اميون سيستم. الاناتوميكال بارير السكن، يعني هسه لما تخلي ماده مفيده على السكن بالجسم ما تخليها تدخل، ولما تخلي ماده ضاره على الجسم الهدف مالته يمنع كل شيء. هذا نون سبيسيفيك ميمي، ما عنده عقل، ما عنده ميموري، ما عنده ديسكريميشن. هذا السحر نون سبيسيفيك اميون سيستم. مثال عليه الانتروبيكال بيجر السكين الميوكوس ممبرين، هذا اللي كليتهم نون سبيسيفيك. ضربنا لكم مثال على كذا. اثنين عندنا الفيزيولوجيكال بيجر. شنو الفيزيولوجيكال بيجر؟ دخل لنا شيء خلينا نقول الجسم. الجسم يريد يحمي نفسه. فشو يسوي؟ مثلا الاسيديتي الفيزيولوجيكال اسيديتي مثلا مال الستومك، اي شيء يفوت في الستومك الاسيديتي تقضى عليها، تقضى عليها الاسيديتي. تدمرها، تمنع مثلا البكتيريا، او مرات السويت هاي في بعض اللازوسايد الانزايم يسوي ديستركشن. عندنا الفيزيكال مرات فيبر نفسها الفيزيكال،
تعطينا هاي تمبرتشر تسوي كلينج اوف مايكرو اورجانيزم. احد الاغبياء طلع باليوتيوب مثلا قال الكورونا خلينا نجي شويه مليون سيستم شلون تعامل وياها. الكورونا هي ار ان اي فايروس سنجل سترانج بوزيتيف سنس ار ان اي فايروس. اصلا هذا الشيء مايكروبيولوجي معطينا ما في ما في. هو شنو انفلوب ولا انفلوب؟ انفلوب فايروس انفلوب فايروس يعني شنو معنى انفلوب فايروس؟ انفلوب بي كود هاي كود ليبت باي لاير هاي ليبت باي لاير دائما الانفلوب فايروس مثل يا هو بيكون مثال عليه ال اتش اي في انفلوب فايروس هيباتايتس سي انفلوب فايروس هذني شنو معناها؟ معناها اي فايروس بي كود بي انفلوب ليبت باي لاير اذا تعرض للاسيديتي يصير بي ديستركشن كود يموت يعني ينفصل. لو اجيب استكانه اصير اتش اي في واشربها المفروض ما يصير بي شيء سبيلي. ليش؟ الا في حاله واحده اذا عندي روشن والفا ومنجري وبيدي بالباثوي راح ينتقل. ليش؟ لانه ينتقل عن طريق الجروح وبعضها عن طريق السايكس ينتقل عن طريق البلاد ينتقل. فبين اوصيل من تجيب الاتش اي في وتخليه والشربه كعصير وما عندك انت لا ألسر بالستوما ولا عندك انجري بالاسوفيغاس ولا عندك اسس بالماوث وما عندك اي انجري راسا الاسيديتي كل الفايروس. ليش؟ لانه انفلوب. نفس الشيء اذا سوى عصير مال هيباتايتس سي فايروس وشربه وما عندك انجري بهذا يعني تضمن الباثوي انتاكت راح الستوما تقضى عليه تقضى عليه. ولهذا السبب تشوف مرات يجيبون سؤال المرأة المصابة بالإيدز شو رضع منها لو رضع منها؟ هل نجيب سؤال الامتحان للطلاب الدكتوراه أسألهم يقول لي ترضع يقول لي ما ترضع أحسن يقول لي جاوبني ثاني جيل ترضع منها ما ترضع اللي يقول ترضع منها يفعيدة اللي يقول ما ترضع منها يفعيدة From the scientific point of view, إذا الطفل رضع الحليب والحليب بي سكريشن من HIV يطلع بسكريشن مع الحليب. لما يطلع HIV بسكريشن مع الحليب الأم بيها إيه ترضع الطفل. لو كان الباثوي انتاكت ما في مشكلة الأسيديتي تقطع الفيروس. بس المشكلة من يضمن الطفل ما عنده أسس بحلقة؟ من يضمن الطفل ما عنده إنجل بالعومة؟ من يضمن الطفل ما عنده اكو ابريشن هذا الباثوي ويدخل الفيروس من عنده؟ فاحتياطا من الرضاعة واضح؟ اما احد الاغبياء اللي باليوتيوب يقول لك الكورونا هو انفلوب صح؟ لو تخلي عليه كحول راح شو يصير في ديستركشن بس الباثوي هو مو انفلوب واحد طلع باليوتيوب يقول لك اشرب عرق الطيب من الكورونا. شفتوا هذا اليوتيوب؟ هذا غبي. الباثوي هو مال كورونا بالريسبيراتوري مو بالجي اي تي. يعني هذا غباء. يعني ها هو انفلوب فايروس. هذا المفروض تجيب شو اسمه وتخلي له بالتترس اللاقي مالته على مود. هذا غباء. المفروض كل واحد يحكي باختصاصه ما يحكي. صار لها صدق وخبروني من الناس الكبار حكي صحيح هذا الحكي مضبوط. احنا نحكي علميا هو انفلونز فايروس هو دا يصير بالسبايرات الريسبتر ما تعرف سبايرات هو جاب الستومك جاب الاسوفيجاس جاب ما اله يعني هذا السيستم وهذا السيستم. فاذا اقوات امور موجوده بالميو سيستم هي تمنع الانفكشن. الفاجوسيتيك سيل اكو احنا عندنا جسم ما فاجوسيتيك سيل اكو سبيسيفيك وكو نون سبيسيفيك. النون سبيسيفيك احنا حددناها نون سبيسيفيك سيستم يعني فاجوسيتيك سيل نقصد بها النون سبيسيفيك فاجوسيتيك سيل وهي ماكروفاج عافيه ماكروفاج. النيوتروفيل هي هم نون سبيسيفيك مرات تسوي فاجوسيتيك ولكن هي دائما اوت كلينج عن طريق النيوتروفيل. طبعا بعض المديرين والسايتوكين وكذا انت مثل المديرين معكم هي اللي تسوي لنا تمنع دخول المايكرو اورجانيزم.
هذا اللي تحكي على المول سبيسيفيك اللي يسمون انيت الانيت ميولي ام مثال تقدر نقول البارير هاي حكيناها بثواني اعبر على السريع نجي الدور الادابتيف انيمال سيستم الادابتيف انيمال سيستم هو السبيسيفيك انيمال سيستم او يسموه الكوايرد انيمال سيستم صار عندنا نون سبيسيفيك انيت وصار عندنا سبيسيفيك ادابتيف نرجع للمثال الاول من تجي للكلية ووصلت للباب مال الكلية انت لما توصل للباب مال الكلية رأسا تدخل لو لازم او الباب والاستعلامات اما يطلب هويتك طلب هويتك عرف تدخلك ثاني مرة من تجي لثاني يوم ثالث هو ما راح يطلب هويتك ليش ما يطلب هويتك؟ خلاص انت ما مالي حفظ شكلك ها راح يخليك بأول مرة ها هذا الباب مثلاً أما أن تكون إذا معرف فتدخل شو تعرف عن طريق هذا وبعدين العرفة يميزة يعني من تجي أنت زي لابس زي الرسمي مال دوام زي الموحد لا شايل ويا الحبيب وجاي داخل الكلية يقدر يميزك عن شخص مثلاً لابس بجداشة وعقال وجاي دي يستفسر خلينا نقول من أنا هذا يمنعه وهذا يدخله هذا يقول له من أنا باب المراجعين هذا يقول لك لا تفوت من أنا من أي باب تريد تدخل اثنين قد ما تعطي هويتك يميزك يعرفك عنده ممري شايفك قبل أنت فايت كل يوم هاي فمو كل يوم شوف يطلب هويتك كل يوم يطلب هويتك أكون صار يكون كل يوم يطلب هويتك يعني هذا بين قوسين هذا عنده بور سبيسيفيك ميون سيستم ها هذا المشكلة دي مو بي ها ليش مشكلة دي لأن لازم الشخص اللي يكون بهيج مكان يكون سبيسيفيك لازم في أربع صفات أربع صفات يقدر يميز بين اقتراحات الناس الطالب والاستاذ والطالب عن الولد والموظف عن الموظفه الزائر المزائر اللي يشتغل بالكافتريا ما يشتغل بالكافتريا كل هذا اللي لازم عنده قابليه ان يسوي دايفرستي الاختلافات يميزه وعنده مهني يعني ما يصير انت يوميا تكون حقيقي ويوميا السلام عليكم ويوميا يقول وين الممر عندك؟ ها؟ غير في شكلك يوميا وهويتك ويومي وهو عرفك وشافك وطيرك هذا مقارنة وبعد سيارة سيارة سيفرنيشن يقدر يميزك هذا بعد الجامعة على متابعة الجامعة يعني مرات تتابع الجامعة الجامعة الحياة وجاي جامعة وحدة جامعة جاي باحث وحدة جامعة فلا تنسوا سيفرنيشن بينا هذا هو الميزات الأربعة اللي هو أولاً التجنب specificity اثنين diversity ثلاثة memory أربعة self and non-self discrimination أربع صفات أساسية لازم يتصف بها الميون سيستم إذا كان specific specific immune system يتصف إلى two arm إذا شعب كير إلى قسمين قسم الهيومرال إميون سيستم والسيلولار إميون سيستم الهيومرال إميون سيستم إلى علاقة قديمة إن فيها علاقة خلية الله سبحانه وتعالى خلقها كلش مهمة اسمها لنفوسايت أو في التيود اللي هسه اللنفوسايت هاي الخلية اللنفوسايت هي أهم شيء الوجد أن تكون اللنفوسايت هي الأساس بالبورمارو صارت هالشيء بورمارو سموها بيلمفوسايت. من اللي سموها بيلمفوسايت؟
من بدا يحكي فايده ولا من بدا يحكي مو 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 Differentiation the thymus. ها سريع. إذا ميلتكم جاوبك خلنا شوية فلنا المعلومات. أنا مو معنى من أسف على بعض الإجابات خطأ معها هي خطأ مشكلة. إحنا سميناها تيلوفوسفات. هاي مرة فيها ماتوريشن وديفرنشيشن أو وصلت للثايموس سميناها تيلوفوسفات. ليش الثايموس اللي بيخرفتي. أوكي. أما بيلوفوسفات صح هي الماتوريشن والديفرنشيشن معناها اللي يصير بالبولمر بس هسه تكتشف بالبولمر بنسموها البي سي ال تشارمين كان ال 2002 وجواها يكتبوا الديفرنشيشن مال بي لمفوسات بالهيومن از انون برا ال 2002 اكتشفوا بيها بالبولمر بس قبلها تشارمين بس كانوا يعرفون بالطير تصير بالبيرس عندنا كل شيء بيرس بحرف بي تسموها بيسرا بعدين من الهيومن اكتشفوا الديفرنشيشن يصير بالبولمر البولمر هي يبدي بالبي فعرفوا بس هي ما سموها عمود البولمر سموها عمود البيرس والتي لمفوسات مثل ما كان جميلكم الديفرنشيشن ماتوريشن اللي يصير وين؟ بال البي سي ال شو تعطينه؟ تعطينه من الجلوبولين البي سي ال تعطينه من الجلوبولين البي سي ال شو تعطينه؟ السيتوكين وياي اكو انترلوكين سايتوكين تفهول شويه ركزوا وياي ها فعندنا لمفوكين وسايتوكين تعطيها التي سيل والبي سيل تعطينا ال بس ساعه صار ها 10:05 لا شو اللي ما جاكم بدي اسعى نحضركم ها 20 دقيقه ونص بعد كلام نبدا نسعى سريع بالمناعه عندنا هواي مواضيع بالمناعه لازم نغطيها الهايبر سنسيتيفيتي الاوتو ايمونيتي والايمون ديفيشنسي على مود نغطي هاي المواضيع بعجالة فهذا التركيز يكون كلنا أرجوكم تبوا ولا تبوا بس يعني المدير واحد إخوان هاي بس نستمر في الشيء أنا أنتوا أنا غير ما الطلاب السبب أقول دور الحياة كما معاني المفروض يعني إذا الموضوع أنا أشرح ساعة الطلاب التنمية الموضوع بخمسمية ربع ساعة هيك هاي بلاش أنا أكون عن صادق بهاي القناعة يعني أقول هذا الطالب أنت أي شيء يعاني يقدر يستنبط النتيجة والأحكام هاي بس سنسيتيفيتي مرات تقول شو هي بس سنسيتيفيتي قد تكون أنت ما قاريها بس تقدر أن تستنتج التعريف هاي بس سنسيتيفيتي من الاسم تقدر تعطيني تعريف الاسم كل شيء يقدر يغلط وهو exaggerated immune response فأنا أقول هذا exaggerated أنا appropriate immune response يعني شنو معناها؟ معناها أن يصير أي فعل يصير فعل لا أمي لا من 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 واحد يصيح فلان إلا نعم من واحد يصيح فلان وشيء يسدس الكتلة هذا exaggerated response أنا appropriate response صح ولا غلط؟ ها؟ فإذا بالبداية من يكون الريسبونس في محل ما نقول نقول عليه اميون رياكشن اميون رياكشن اما من يصير انا بروبريت ريسبونس اكزاجريتد ريسبونس نقول عليه هايبر سنسيتيفيتي من انا اقول فلان وفلان يشيل المسدس هذا ريفلكس مالته هذا اكزاجريتد اميون ريسبونس فاحنا الاكزاجريتد اميون ريسبونس عندنا بالاميون سيستم انقسمت الى اربع انواع تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي وتايب 2 هايبر سنسيتيفيتي وتايب 3 تايب 4 نجي نفرق بين كل نوع سريع التايب 1 هايبر سنسيتيفيشن وهو دائما احنا نسميه الاميديت تايب بعض الكتب شو تسميه؟ اي جي اميديت تايب بعض الكتب شو تسميه؟ انافلاكتيك تايب اذا الاميون سيستم الاميون سيستم الاميون سيستم نقدر انا نسميه التايب 1 عدة أسماء خاف تقرأ كتاب الانستيتوت يجيك من امتحان آخر السنة بالميد يا أما نسميه تايب 1 أما نسميه ميديا تايب أما نسميه
anaphylactic type, أما نسميه IgE mediated type, ومرات يسموه الجين تايب. كل هاي أسماء تطلق على تايب 1 hyperfiltration. تايب 1 hyperfiltration شنو هو الانتيبادي اللي جاي بالجين؟ احنا ايش قلنا يا انتيبادي عن طلعت يا اسمه IgE. شنو هو اللي يفرق معنا؟ أول مرة رح أشرحكم شوية تفاصيل. الأنتيجين البداية يتعرض الشخص للأنتيجين. هاي الأنتيجين وين راح يصير الريزنتيشن عن طريق الأنتيجين ريزنتيشن سيف قد يكون معروف. راح أسوي له ريزنتيشن للتي سيل. راح تعطينا برودكشن أوف بي سيل. البي سي راح تعطينا بلازما سيل، تعطينا بلازما سيل بارتيكلز من الاي جي اي من الجلوبولين. الامينو جلوبولين راح يقعد على البلازما سيل على الماس سيل. يعني اول مرحله هذه بدنا نحكيها نسميها سنسيتايزيشن. يدخل الانتيجين، ريبريزنتيشن للانتيجين، اتاتشمنت للانتيجين، كوبريشن وذ اذر سيلز، برودكشن اوف اي جي اي. يبقى تعرف سكر الIgE for the specific antigen. هاي المرحلة نسميها sensitization، تاخذ حوالي 14 يوم. صار sensitization، دخل الانتيجين برا 14 يوم، برا سنة، برا سنتين، برا شهر، الانتيجين نفسه دخل، شو راح يصير؟ راح يروح الماسير sensitize بيها IgE. راح يقعد الانتيجين وين؟ على اثنين انتيبادي من الطرف. تشوفون الصورة؟ تشوفون التأشير؟ هذا انتيبادي وهذا انتيبادي. هو سوى كروس لينك للانتيبادي. هذا الكروس لينك مهم جدا بالرياكشن. إذا ما يصير كروس لينك بهاي الطريقة ما راح يصير اميون رياكشن. راح تنفجر البلازما سيل، البلازما سيل وتطين الهستامين. إيبارين وفتر جاندين ويصير تنافلات. هذا المثال على اليمين يديني مثال على هذا التايب. الانترنسيك اسمه واحد بعد طلعت السفرة في جائرات حلوة بس كونوا مستمرين وطلعت بالسفرة وجزمون برأس واحد ما أدري من يقدر يقصد تجي فيها تصحى وياه تبي شوي تبي لا تبي شوي المحاضرة. ها رأسا زميكم شو اسمك؟ ها محمد. محمد وياكم بالسفرة قرص الزنبور. رأسا فجأة صار تكبنية هايبوتنشن. ما دخل ساين ان سيبتم ان شورت سبلاي. صار شوك. ليش وش السبب؟ محمد قال لي سوى لكم سفر ورحتوا للحدائق والبساتين وبالفيلد اجى الزنبور وراس محمد. ومحمد راسا صار تكيكارديا، تكيبنيا، شوك نخبرة، هايبوتنشن، صار هايبوتنشن. صار أنافلاكتيك شوك. ليش صار أنافلاكتيك شوك؟ هو المفروض البريكس سنسيتايزيشن عند الدومينر نتعرض لكل انتيجين دومينر. ها هو بس نتعرض مرة ثانية لكل انتيجين
cross linking this antibody IgG على الذات على الماسير وصار برشر بالسير وطلعت الفارموكوداينامك ماتيريال طلعت ال الروستوغلاندين والهيبارين والهستامين ودخل بشورت فورمولا صار بازو كونستريك صار عنده بازو كونستريكشن ويصير بعدين عنده برونكوس بازم وتنتهي بالديس. اذا مطيناه شنو الطيب؟ شنو الانتي؟ شطول على مود يكون خياشي؟ انتي استعميني بدلو بس اذا دخلت بشورت لازم يكونش ادرينالين. اذا ممكن ادرينالين راح تفاطر. هذه مثال على الانتي بشورت. وقد يصير عندنا هاي الحساسية المسلمين يقول عليها الفيبر هاي الحساسية السنيزنج 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 المتكررة هذه هم كاين هالفستوليشن بس يصير مرات مايلد بريزنتيشن تجي كحساسية موسمية وبعض الأحيان تجي كإكزاجريتد بالفيتال مثل أناستات الشوك واضح؟ مثال بعد شنو بالطوارئ واحد ضربه بنسلين مثل اجى ضربه بنسلين راس نفس الاعراض صارت عند محمد صارت راس التهي كارديا تكبني شور مش اوفر هايبوتنشن لو تكون شرد شنو صار انا بلاكتيك شور زين سؤال خطا شائع شو اللي تلاحظه من هذا الشيء؟ سوون تيست تيست أو هيستوري صح تيست أو هيستوري احنا دائما لازم نسوي له تيست قبل ما نطيب لان الهيستوري شنو الخطا اللي يصير عندنا؟ شنو؟ ما بيصير شنو؟ 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 نسأله مرات نقول له ما اخذ بنسلين لو ما اخذ بنسلين شو يقول لك؟ ها؟ إذا قلت لك ما ماخذ تسوي له ليه؟ قال لك ماخذ بنسلين وعمره دخل سنة ونص ها؟ لازم تضربه بنسلين بيده العام جبت ابني بلاعينك وقعته بنسلين وصار ها؟ تضيف بنسلين شو اسمه؟ زين 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 تضيف بنسلين أنت دكتور شو تقول؟ أنت دكتور شو تقول؟ ها؟ أنت دكتور شو تقول؟ تسوي تيست؟ تسوي له تيست عافية، أنت شو تقول؟ تطيق الفريق. زين ليش احنا ما نفكر بالمعلومة حتى ما نفهم شوية؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا أول مرة هو أسبوع سنسيتايزيشن. يعني عرض الأنتيجين كل شيء يصير عنده بس يصير عنده سنسيتايزيشن. يعني شو عرفت؟ وهذا الشيء هو شو سنسيتايزيشن؟ هذا دائما حتى الاطباء ما يعرفون بها الحقيقه حتى الاطباء بالطوارئ ما يعرفون قل لهم بارمس اي اعتذر مره ثانيه هي الجرعه الاولى غير قاتله الجرعه الثانيه مرات تجيني واحد يقول لي انا احلف لك ما ادري بين اي كان سوير ذا بيشنت نوت تيك اني بنسلين في جسم بس مو الا بنسلين يكون ماخذ ماده تشبه الانتيجين مالتها مال بنسلين سووا له رياكشن جت حماد ميمك إلها فسوت ذا سيم رياكشن اوكي تايب 2 هايبرفستريشن هو اكثر شيوعا من عندنا التايب 2 هايبرفستريشن التايب 2 دائما احنا شو نقول عليه إلى عدة أسماء تايب 2 هايبرفستريشن وعندي أنتيبادي ميدييتد سيل سايتوتوكسيسيتي أنتيبادي ميدييتد سيل سايتوتوكسيسيتي شنو معنى هذا الأنتيبادي؟ إيه هذا؟ إيش ليش عندنا؟ عندنا من الاسم اسمه أنتيبادي يعني أنتيبادي بالموضوع يا أنتيبادي موجود إحنا تايب 1 بدنا أي شيء إن يا تايب لو اي جي اي لو اي فاختلفنا اول شيء بالانتيبادي بعد شلون تكون المعلومه من الاسم تقدر تسوي لك محاضره كامله من الاسم انتيبادي هي
سيلف يعني انتي بودي الاي جي او الاي جي ان سيل يعني انتي بودي على السيل هذا يشمل قد الهم عن ما السيل مثل انا السيل هنا السيل قد تكون ار بي سي قد تكون بي بي قد تكون ماكروفيت قد تكون اي سيل يعني ار وي سيل الانتي بودي اون ذا سيلز فالانتي بودي اون ذا سيلز الانتي بودي اون ذا سيل يصير بي يتعرض الانتيجين على الانتيبودي يصير سيل رياكشن شو راح يحتاج الانتيبودي انتيجين رياكشن يحتاج الى مساعده من الكومبلمنت سيستم يدفع الكومبلمنت يجيبه وياه يسوي ديستركشن للسيل هذا هو التايب الامثله العاليه الشائعه واسعه واحدها اي بي او انكومبتابولتي شنو اي بي او انكومبتابولتي محمد شنو مصير دمك؟ شنو مصير دمك؟ مين شنو؟ شنو مصير دمك؟ شنو مصير دمك؟ أي جسمك؟ جسمك؟ ها؟ إذا ردنا نأخذ دم من مريم اللي مصيرتها أي نطيه مصطفى اللي مصير تجيب يصير؟ ليش ما يصير فاعل؟ شو راح يصير؟ من يشرح لي بسرعة 30 ثانية؟ أنت عندك فصل دمك بي، إيش عندك؟ عندك أنتي أي أنتيجين، السير هو الأنتيجين مالتها أي أنتيجين، الأي أنتيجين يجي عليك أنت قاعد أصير أنتي بدي أنتي أي أنتي بدي، أنتيجين أي أخذناه من مريم قاعد على الأنتي بدي اللي عند مصطفى سوى هذا بعد مثال ثاني مريم حامل زوجها بوزيتيف هي نيجاتيف الار اتش مال زوجها بوزيتيف الار اتش مالها نيجاتيف الطفل مالها طلع بوزيتيف من صارت الولاده وصار لي كلينيكال من الطفل يروح للمن للام يسوي سنسيتايزيشن الام تسوي انتي ار اتش بوزيتيف فأول طفل يطلع بي وشي ما يتسوّر سوّ سنسيتايزيشن الخطأ إنه وقع بي إحنا وطيباتنا أمهات النسائية شو عن خطأ؟ يطلع بس بالدليبري والليبري يطلع الأنتيجين غلط الأبورشن يطلع الأنتيجين لأن الأبورشن صار ليك أوف بلاد وصار سنسيتايزيشن وانت ما دمرت سنسيتايزيشن إذن هذا خطأ رقم واحد اثنين أني ما يوبر اي انترفينشن نسويه للحامل اثناء الحمل نعطي انتيجين عشان اني ما نمر بدنا نسوي ناظور للرحم داخل وجني موجود بدنا نسوي امينو سنتيسيس وناخذ عينه من الرحم بدنا نسوي اي ما نمر هذا نعطي انتيجين ها على من بعدين ما يصير سنتيسيزيشن واذا صار سنتيسيزيشن اكارثه إلى فاشن ستاتيشن كارثة شو الكارثة؟ الحمد لله الأطفال وجدنا عائلة للأسف طفلة واحدة وبعد ما جيت طفل يكون كالعادي من راح فقط أكو أحد الأصدقاء موجود بالمستشفى قد يكون سيدناني قد يكون بديل قد يكون مختبري ما فلان تعال بوزت الموضوع كانت تفسح الأمور سهل الأمور هو طلع بوزت المرة طلعت نيجاتيف وطلع كل الأطفال هاي تصير عندنا خير نظر أفضل من جامعة سعودية نجي إلى التايب 3 التايب 3 هم في الكليشن كل ثلاثة خالص وهو امتحان دقيقين تايب 3 تايب 3 هم في الكليشن هنا أنا صحة الأميون كومبلكس أميون كومبلكس يعني شنو هو؟ اي نعم يجي الانتيجين يتحد ويا الانتيبادي بالسيركوليشن احنا وين قلنا عالسيارة يتحد عالسيارة والانتيجين الانتيبادي يسوي ديستركشن بالسيارة لا اي نعم يجي الانتيجين ويجي الانتيبادي يتحد بالسيركوليشن يسوي لنا اليوم كومبلكس يصير ديبوزيشن بالتشو يسوي انفلامتري بروسس واضح؟ يا انتيبادي هو الاي جي جي او الاي جي ام وغالبا يكون الاي جي جي ايش راح يصير هنا
راح يتحد الأنتيجين ويا الأنتيبودي في الفاز الديبوزيشن عن ديت ممبران على التشو يسوي يا التشو يدخل عليه هذا الأنتيجين أنتيبودي كومبلكس من كومبلكس يسوي الفاكشن دخل على الجوين سوى مضاد راح الجوين منا سوى لنا إسعافين دخل على الكيدني سوى لنا كيدني جديد ومر مفاجئ راح على البنكرياس سوى لنا ديابيتيك أو ما شاء الله لا كان بيموت فإذا هو أسباب سوى لنا تاي فيها بفستريشن مثال عالية مضاد الأرفاق مثال عالية سيستم الكومتوسيس مثال نجي تاي فور هذا بفستريشن التايب 4 يقول عليه هو الديليت تايب هذا النوع فقط تقوم ب تي لمفوسايت تسوي الانتراكشن وتسوي الاميون ريسبونس فماكو دور للاميون جلوبولين ناخذ من اي اي جي ام اي جي اي نعم فقط اللمفوسايت تسوي رياكشن مثل ما شفت هاي الصوره اللي راهو تاتي هذه الأمثلة العديدة هذه مثلاً نسميها نيكل درماتايتس كونتاكت درماتايتس أجي مثال ثاني هنا نزيكسر عدلات شوفوا الأنتيجين يجي الأنتيجين يجي يقعد على التيلوفوسايت تروح بالمنتيشن الماكروفيت تستوي لنا أي أميوغلوبولين ما أي أنتيبودين هذا ما عندنا هواي أمثلة عالية. ويجي بالنسبة للأوتوميونيتي خلال فترة أو حسب توصيات الجامعة الأوتوميونيتي المطلوب من هذا السبجكت راح أشرحه دقيقتين. إحنا دائما الجسم مالتنا يتعامل ويا كل شيء بالجسم كل شيء بالتشو من السيلز السيل كومبوننت نتعامل وياه كأنتيجين. الإميون سيستم يتعامل وياها انتيجين زين بما ان السيلز ماكو هي انتيجين واللي يجيني من برا هو انتيجين نعم ليش ما سوى اميون ريسبونس تورد ذا سيل انتيجين ها لا الجسم عنده تولرانس تو ذا سيل انتيجين عنده تولرانس تو ذا سيل انتيجين فهو عند الجسم قلنا المناعة الديسكريمينيشن يقدر أن يسوي ديسكريمينيشن بين سيلف أند نون سيلف فتبني إذا صار لوس أوف تولرانس ليد تو أوتو إميون ديزيز عادة الأوتو إميون ديزيز تصيب الأناث أكثر من الذكور تصيب الأناث أكثر من الذكور أصيب الأناث أكثر من الذكور وحتى أجل مثال عليهم يجب الكارفانتوسس ومثلاثماجس والدكران جديد مارتين انجريبت مارتين الكروسس كلهم مني أصاب الدريس الصورة الأولى اللي فوق هذا شوفوها يعني فيها أجل سيستم يجب الكارفانتوسس أسأل بي ملعب في نشراش نجد البوزيشن وخذينيو كونتكس كونتكس كيد الصورة اللي جواها الليديز أو مثل الأربعينات عندها روماتويد أرثرايتس يجي هذا الديفورميتي دي شورت بون روماتويد أرثرايتس ديار تبيني نسمع زي غريبس كان يصير انكيسي الكولي ريسنتر وآخر شيء هو الموضوع مش عليه من ديفشانسي من ديفشانسي هو توتاج الأكوائر هو الإيدز وجماعة من ديفشانس بيشن جماعة الكانسر والكرونيك ديزيز والبرنسي هذا سيكل أكوائر أما الكونجنتال هو الكمان الأميون ديفيشنسي عادة الكونجنتال ديزيز تصير بالمياه أكثر من المياه وعندنا هواي أما